أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الرائعة من برنامجكم وياكم على الهواء. معنا العديد من الضيوف والمشاركين معنا، سوف نستمتع وياكم بهذه الحلقة. نرحب بالجميع، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله طبعا. أستاذ إبراهيم كيفك؟ الحمد لله. خلينا نرحب بالجميع. عندنا دانا مدخلي، عرفي باللي معاك يا دانا. عندي بنت خالتي ضيف. أيوة جميل. أميرة. عندي أختي أريام. أختك أريام. حلا، عرفي باللي معاك الضيف. بس تلالي. بس تلالي. عندنا أيضا ريماس. مين معاكي ريماس حكمي؟ دارين ونجوى. دارين ونجوى بنت خالتي. أيوة بنت خالتي وأختي. وأختك، أحسنتي. وعندنا أيضا نجمة التميز، النجمة الرائعة، نجمة الرائعة أيضا معنا، رويدة. رويدة كيف حالك؟ تمام الحمد لله. أخبارك؟ طيبة. كيف تقضي هذه الأيام؟ مين معنا مريم؟ طيب، قبل أن نبدأ أيضا عندنا ضيفة في هذه الحلقة من السودان، عرفي بنفسك. رندا آدم من السودان في سنة الرابع. رندا، من متى تعرفي قناة أطفال ومواهب؟ من سنة الثانية كنت أعرف حبة، وصي الحين في الثالثة كنت حبة كمان، والحين في رابعة صرت أعرف كل الأغاني. ما شاء الله تبارك الله. في المدرسة تنشدوا أناشيدنا؟ لا. يعني ما في ناس يستخدموا الأناشيد في الطابور؟ ها؟ ما تستخدم مثلا اناشيد في الطابور؟ اناشيد لا. تعرف الطابور؟ ايش الطابور؟ لا. عشان كذا جاوبتي على طول لا. الطابور الاصطفاف الصباحي رايحين. لا. ما عندكم اصطفاف صباحي يا ابو شباب؟ ها دقيقه نشوف اريام. تفضلي يا اريام. ها معاكي يا ابو جبل، تقول لي تفضلي. براهيم. أنا أستاذ براهيم. أيوة تفضلي. يلا أسمعك، قولي إيش تبغي أستاذ براهيم؟ اسمك إيش؟ معكم أنشودة يا ريام. يلا سمعينا يا ريام. يلا يلا نتعلم. هي يلا نتعلم. ألفت شو جديد؟ هي يا أريام، مين اللي نشد الأنشودة هذه؟ يلا نتعلم. يلا
اسمها البنت؟ مريم. ها؟ من اللي تنشد الأنشودة؟ يلا نتعلم نقرأ ونفهم. مين؟ مريم. اسمها؟ اسمها مين؟ تأشر عليك بالجوال يا دانا. اسمها دانا. 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 أيوة اسمها دانا. عندنا أيضا الأستاذ حمود البطل، نسمع له تحية قوية، نسمع له تحية كلنا مع بعض. طبعا حمودي سجل أنشودة، وهذه الأنشودة مفاجأة للجميع، إن شاء الله هنعرضها اليوم لكم، أو ما راح نعرضها في اليوتيوب، هنعرضها على طول فيديو كليب إن شاء الله بعد يومين، هيكون فيديو كليب جاهز بمشيئة الله تعالى. نشيد حمودي الجديد يتكلم عن، هتسمعوها هتسمعوها إن شاء الله. أبدع أبدع حمود اليوم صح؟ الله الله، هنشوف النشيد. تمام؟ طيب يا رويدة معنا؟ رويدة اختفت شكلها. ايوه ايوه، بس الصورة عندك علقت، إن شاء الله شوية وترجع، دقائق بس. ايوه رجعت رجعت رجعت. يلا تقول لك، أنا أقول له أنا أحبك. قول لها يلا. قول له يا بابا شوف، تقول لك أريام قولي له، قول انا احبك ابغى العب معاك، وابغى العب معاك. انا احبك. ها قول له انا ابغى العب معاك. قول له انا يا بابا. الله لا لا يلا، هو يحبك يقول لك يبغى يلعب معاك وتلعبون العاب، بابا يلعب ويجيب له العاب وحركات صح. يلا يدك في يدي. الو حبتين والباقي بعدين. يلا من عنده افكار جديده؟ نشوف من اللي عنده فكره. يلا انا. طيب ناخذ اول شيء الضيفه، ايش فكرتك؟ ارفع صوتك. راح اقول كلمات وانت تقولوا لي هي. كلمات، ايش الكلمات هذه؟ ما هو اطول نهر في العالم؟ يعني سؤال قصدي. ايوه. ما هو اطول نهر في العالم؟ اعطيهم خيارات، اعطيهم خيارات. خليكم مكانكم يا دانا، مكانكم حلو، لا تغيرون لا تغيرون، مكانكم حلو يا دانا. اوه انا فهمت قصدهم، يغيروكم عشان قريبتك تحت الشعار حق القناة. ما هو اطول نهر في العالم؟ طيب اعطينا خيارات. نهر ولا نهر؟ نهر 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 نهر. ايوه نهر. اطلب خيارات يا البحر. نهر. الو نهر النيل، نهر النيل او نهر نهر النيل. ايش نهر النيل؟ ايوه ما نهر الامازون. طيب دقيقه، نهر النيل نهر الامازون. طيب دقيقة، اللي يبغى يجاوب يرفع يده وانا اقول له جاوب، ما نتكلم كلنا مع بعض لان كده الصورة حتروح. تفضلي تفضلي يا رويدة. نهر النيل. صح صح، احسنتي، جميل. يلا، ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ القلم. 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 اللي يبغى يجاوب يرفع يده. يا ريماس الشبكة عندك ضعيفة. ريماس الشبكة جدا 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 ضعيفة. الشبكة قاعدة تروح وترجع. ضعيفة. ايوه. الذي يرى ولا يراك. شبكة الجوال اللي انتم شابكين معاه او الواي فاي ضعيف، يكون في كثير شابكين معاكم. وايضا لانكم تتحركون، اهدأوا، كلما هدأتوا كل الصورة كانت اجمل. اليوم أميرة متصدرة في الشبكة ما شاء الله، مع إن أريم ما قرت. يلا ها. ما هو لا. الزمن، العمر، الزمن. صح صح، يا الذي ذهب ما عاد يرجع. خلاص أعطينا يا ريماس فكرتك. شكرا لك يا رينال، شكرا شكرا. ناخذ فكرة أخرى. ريماس أعطينا فكرتك. طبعا قبل ما ناخذ فكرة ريماس، ذكر ان بكره ان شاء الله
حيطل علينا حلقة جديدة مميزة، حيطل علينا فريق الأولاد، فريق الأولاد اللي هو فريق أطفال أمواج قسم الأولاد اللي كانوا معنا زمان، حنشوفهم كيف شخصياتهم لما كبروا وأصبحوا كبار وأصبحوا شباب. بكرة حلقة كلها للأولاد إن شاء الله. اعطيني يا ريماس فكرتك اللي قلت عليها. يلا ندانا لا تضغطي شيء يا ريناد، ريناد آدم لا تضغطي شيء يا بابا عشان صوتك. حاضر. يلا اعطينا ما هو الشيء نصره بعد العصر ونرميه. يعني انت عندك سؤال وجواب، ونبغى فكرة جديدة يا بابا، فكرة جديدة قلنا. اللي عنده فكرة جديدة يعطينا. مين عنده؟ أنا عندي. تفضلي يا دانا، شوف فكرتك الجديدة. معك يا دانا. عندي هل تعلم. هل تعلم؟ جميل، أعطينا. معلومات غريبة ونادرة مثلاً في يوم من السالم. أولاً هل تعلم أن عدد فقرات عمق الإنسان تعادل عدد فقراته الزرافة؟ جميل. ثانياً هل تعلم أن جانب وجه الإنسان مختلفان، وهناك عين أكبر من العين الأخرى يكاد لا يلاحظها أحد، وأن الأذن اليمنى أعلى من الأذن اليسرى؟ هل تعلم ثالثاً هل تعلم أن الرقم 5 في اللغة التايلاندية ينطق ها، وأن رقم 555 ينطق ها ها ها؟ يعني يقولون 55 ها؟ ها 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 ورقم 5 خاء. رابعاً أيوة. رابعاً هل تعلم أن تمساح حيوان لا يستطيع أن يخرج للسعادة؟ جميل جداً، نسمع لها تحية. كلنا حيا، كلنا يا دانا، جيب لنا أفكار جديدة، أفكار جميلة. طيب خلوني بس أدخل أيضاً معنا الجميلتان الرائعتان. تأخروا اليوم ما أدري إيش المشكلة، أبرار وبيان لسه داخلين، تأخروا علينا اليوم. أبرار بيان، هلا. سلامات، نايمين ولا إيش؟ لا ظهرت قبل شوي واختفت، ظهرت في البيت. خلاص جاهزة أجلسي يا أبرار. أبرار وبيان ومعهم أيضا، نشوفهم جونا دحين. والله ذلا مستعدين، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أخبارك يا أبرار؟ أخبارك يا بيان؟ تمام. والضيفة هذه كيف معاك؟ أبرار وبيان؟ الضيفة اللي معاكم إيش اسمها؟ ميران. ها؟ ميران. ميرال. ميران نور. ميران، كيف حالك يا ميران؟ ميران تتكلمي، كيف حالك؟ ارفعي صوتك. تحبي أبرار ولا بيان؟ ميران تحبي أبرار ولا بيان؟ يلا قولي. لا تشوفي فوق، لا تشوفي فوق، شوفيني أنا. تحبي أبرار ولا بيان؟ كلهم. ايوه هذا اللي اعطاك الاجابه. طيب نستكمل المسابقات ونرحب بهم مره اخرى، وعندنا النجمه الرائعه، النجمه الرائعه رويده، ام الافكار الجميله. نشوف عندها فكره اليوم ولا لا. يلا يا رويده ارفع صوتك. عندي لعبه اقول لك، اعطيكم اصوات الزهرات الحاليات والسابقات، انت تعرفون من هي. يلا تفضلي. ذكرت القلب لن أقول لك وداعا، فقلوبنا ستبقى على اتصال. حلو، يلا اعطينا الصوت الثاني. خلاص خلاص، لما نجاوب واحد يجاوب نسكت كلنا، يعني إذا جاوب صح قلنا غلط نجاوب الباقيين. اتفقنا؟
هادي وسام. حلو يلا اعطينا اصوات. يحبنا ويسجلوا عفاف صح؟ استنوا يقول عفاف صح؟ ايش؟ عفاف صح؟ لا لا تقول رويدة. عيد الصوت مرة أخرى دقيقة بس. ليلى عشقنا بخيلة نهار تالا صح؟ تالا. هل تالا يا رويدة؟ تقول لا غلط. لا بابا. طيب افتح الصوت مرة ثانية. فضيلة بلاد الفضيلة وروضتنا بيانا. لا خديجة إبراهيم. أيوة ضي عندها مشاركة. من هي تقول ضي عندها؟ ولا أساسي دائما يا حبيبتي مع. طيب خلونا نخلص بس دقيقة نخلص هنا. دقيقة أرجع افتحي الصوت يا رويدة. رويدة ارجع افتحي الصوت. بك يا مها ولا أساسي دائما يا حبيبتي مع. هذه جوري. يلا ما تعجبكم ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب واضغطوا زر الجرس عشان نوصل. جوري صح. طيب ناخذ الان. شكرا لك يا رويدة، فكره حلوه وجميله ورائعه ومنسقه. عندنا ايضا الان جونا النجمتان فرح ومرح وترح. بس راحوا يا فرح. الصوت عندك بس الصوت شوية يا فرح. افتح المايك يا فرح. طيب يا دانا دقائق بس. في صوت إبراهيم ها؟ في صوت. أيوة في صوت الآن يا خلاص تمام. ليش تأخرتي يا مو راضي يفتح معنا؟ ما هو راضي. لازم تدخلين قبل الوقت بعشرين دقيقة عشان نجرب، ما تدخلي وقت البث عشان تجربي، فاهمة؟ دائما تستعدي بدري. أصلا عندكم الشبكة نايمة بالمرة، شوفي شبكة مرة ما في عندك. شوفي صورتكم غير واضحة يا بابا. يا دانا. هلا دانا. برضو الشبكة اليوم الشبكة عند الكل، كل عند الكل ثابت اليوم. بس احنا انا وانت ابرار بيان برضو. تمام طيب يلا دانا المايك عندك، تكلمي يا دانا. ضي عندها مشاركة. يلا يا ضي سمعينا. فكرتنا اليوم عبارة عن كل المدارس. شوف تكلم حبيبتي. ايوه كملي. كل فتيات يعني راح تعطيكم امثله وانتم تجاوبوا تكملوها. يا دانا معليش الصوت ما نسمع منك ولا شيء، والسبب ضعف الشبكه عندكم بالمره. اليوم الشبكه ضعيفه عند الكل بصراحه. دقيقه خلاص حاجه بس دقائق خليكم معايا. فكرتنا اليوم عبارة عن حسب المثال. كل مثال كل فتاة. دقيقة يا اسماء. يا ضي طريق ما نسمعك والله. ايش تقولي مرة ما نسمعك عشان الشبكة عندكم. فكرتنا اليوم عبارة عن حسب المثال. كل مثال كل فتاة. يا تبرد معنا. أسمع بس يقطع عندكم بالمرة، ما أدري وش تقولون. أسمع كده تقطيع. فهمت بس يعني عندها حكم وأمثال فكرة راح تعطيكم مثل وتكملون. يلا أعطينا كل فتاة. كله إيش؟
كل فتاة. كل فتاة ذهبية بأبيها. بأبيها معجبة. بأبيها معجبة. معجبة. كل فتاة بأبيها معجبة. صح. أي الله اللي بعدها. الحلم سيد. الحلم سيد إيش؟ المنام. لا. الحلم سيد إيش؟ شو بيقولوا فمهم؟ الحلم سيد. الحلم سيد الأخلاق. صح. صح. البركة. ها؟ بركة. صح. بركة بركة. حلو بركة جميل. بركة. تبسم السكة. ضربني وسبقني واشتكى. أيوة. بكى بكى. أعطينا. بكى بكى بكى. اشتكى. الكل تبعين أمي. غزال. غزال. عسل. غزال. غزالة. عسل. عسل. شكرا. طيب شكرا لكم. شكرا نسمع لهم تحية يستاهلوا. أبرار وبيان عندكم فكرة؟ خلونا نرحب برضو بفرح. يا فرح أختك اسمها مرح. ها؟ مرح. مرح. فرح ومرح. فرح ومرح أبناء السرور جونا وشرفونا وأمتعونا في هذه الحلقة لمونا. نسمع لهم تحية قويونا. يلا سهلة. يلا أبرار وبيان عندكم فكرة؟ أيوة. يلا أعطينا وارفع صوتك. مثلا أقول اسم جماد مثال كرسي، آخر حرف ياء من ثاني جماد حرف الياء. يلا قولي. تفضلي. ها؟ شباك. شباك. شباك حرف الكاف. كنبة. 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 لا لا ركزوا معايا دقيقة. يا حكمي يا حكمي يا رماس وبيتاج وحيتاج ركزوا معايا بابا. لما أحد يجاوب ما يجاوب خلاص هو جاوبت كيف نقوله نفسه نعيده؟ لا نشارك في اللي بعدها. أول لما ما عندي شيء. واحد يقول كنبة أقول أقول كنبة 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 ما ينفع. لا يا أميرة أختك ما تحبك إلا في البث خلاص. يلا ها نبدأ الآن. أيوة يلا أعطينا كنبة ها يلا. باء. حرف كنبة. ها حرف الهاء. قرب. ها هوا. قرب. هوا. هوا جمال. هرم. 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 خلاص هرم. حرف الميم. مكيف. مكيف. حرف الفاء. مكيف. يا رماس قالت مكيف ما اقول زيها يا بابا. فرن. يا جماعة شلوا لي رماس هذه. لما أحد يقول ما أقول إيش أستفيد لما أقول؟ هو قال جاوب لازم أفكر في لا شاب المكيف جوري قال المكيف طوالي يلا مكيف حرف الفاء. فرن. فيش. فيش. فيش حرف الشين. خلاص فيش حرف الشين. شرشة أسنان. شين شين. شرشف. فرشاة. شرشف شرشف حرف الفاء. فرشاة. أميرة حرف الهاء. حرف الهاء. هاء. هاء. حرف الواو. هاء. هاتف. 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 أبيان أحسنتي. هاتف. حرف الفاء أيضا. هاتف. فرشاة. فرن. فل. يلا مقبول. حرف الهاء. لمبة. 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 طيب خلونا الآن شكرا لكم خلونا نتعرف على الجميلة لأن ما تكلمنا معاها
يا مرح كيف حالك؟ طيبة. أخبارك يا مرح؟ اسمك مرح مين؟ مرح مين؟ مرح سرور. مرح سرور أبو جبل ولا مرح سرور بس؟ مرح سرور بس. بس؟ طيب لما تيجي معايا في القناة يصير اسمك إيش؟ مرح. مرح مين؟ مرح مرح حسن. أيوة طيب لما تيجي القناة إيش يصير اسمك؟ تستحي تستحي. إن شاء الله تيجي وتصيري متميزة وتصيري مبدعة وتصيري متألقة زي أختك. تمام؟ طيب. أيوة أنا باك كده بس ما تنامي زيها كثير. إيه تنام وتقول أكبر مرة أرفعني ليش بس إفلاح راح على بس إيش؟ لك إذا تمثلي تدخل معاكم. أيوة خلاص بس كلي 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 كويس واشربي حليب. ها؟ وقول الحقني يا حليب السعودية. خلاص؟ طيب. هيا حلو فكرة حلوة. أنا معانا حليب. أنت معك حليب؟ لا. ها حليب إيش؟ حليب معانا زيت بطاطا. طيب يا ريان بسألك سؤال، بابا ماله؟ بابا ماله راسه؟ بابا بابا ماسه؟ لا 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 بابا 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 راسه أريام أريام راسه راسه ها آه. راسه راسه إيش؟ ماسه ها آه. ها آه. نسيت الكلمة أصلع صح؟ صلع صلع. مين خلى صلع؟ مين سوى البابا صلع؟ لحالة. لا يلا نسمع لها تحية قوية. نسمع لها تحية قوية. هاي الأيام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا يا فرح عندك فكرة معينة قبل نهاية البث؟ ايوه حتى أنا لا لازم بنت أي بنت تقول اسم بنات اسماء بنات أولاد أو أولاد بدون لغة. عيدي عيدي بهدوء. كل بنت تقول اسم ثلاثة أسماء بنات أو أولاد بدون لغة. آه فهمت. مثلاً اسم أحمد بدون لغة. لازم تقول اسم محمد اسمها بدون نقاط. ها تقولين اسماء ما يكون فيها نقاط. يا ريماس خليك معي. يا ريماس خليك معي. لا ترفعي عينك. لا تسمعي الكلام اللي هناك. المسابقة انك تتعلمين تستفيدين من بيننا. خلاص اذا ما عرفتي عادي ما في مشكلة نعرف بعدين عادي بس لا تشتتي ذهنك. يلا ناخذ الان اسماء بدون نقاط يعني مثلا احمد أمل همنا ثلاثة أسماء. ثلاثة أسماء يلا نبغى أسماء بنات بدون نقاط. اللي عنده يرفع يده. أنا أنا أنا. يلا رويدة تفضل. يا رويدة أعطينا. محمد. لا بنات بنات. رواء رواء رواء. أيوة ثلاثة أسماء تفضلي كملي. استنوا رواء. ما في استنوا الإجابة عندها رويدة. ها خلاص وقفي يا رواء. يا رويدة نختار اسم آخر. قريبة قريبة ريماس سمعينا. مرح. أيوة وغيره. لا هي لازم بنت واحدة تجيب ثلاثة أسماء. تفضلي يا مرح. مرح ولا خلاص نوقف. اللي عنده ثلاثة أسماء يرفع يده. أنا يا بيان. بيان أنا برجع لك. أنت صاحبة المسابقة يا فرح. يلا يا أبرار. أبرار عفوا تفضل. يا أبرار وسام أمل وعد. ممتازة نسمع لها تحية قوية. الآن دقيقة نبغى أسماء أولاد. أسماء أولاد محمد
محمد محمد احمد انا خليك متصل شوي بس انا 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 بابا أنا. انا انا عندي يلا جوري علينا محمد احمد طلال طلال هاي ثلاثه اسماء كلهم اسماء اخواني اسماء اخواني يلا ناخذ دانا اعطينا ثلاثه اسماء اولاد او بنات محمد احمد وائل لا احمد قلناه ومحمد قلناه لازم اسماء ما قلناها انا رويدة تفضلي بعدين حالة جاهزي نفسك يلا يا رويدة سعد أيوة سعد وسام جميل أحمد أحمد طيب أحمد معنا قلناه يلا آخر شيء حلا تفضلي يا حلا وائل عامر يلا وائل وعامر ريناد اعطينا اسماء لندا يا فرح طلع وجهك يا فرح وجهك كله تحت الطاوله يلا ها رندا لانك انت اصلا في التلفزيون نازله ترين ما تنشافين يلا رندا رندا تفضلي كمال كمال كامل ايوه رماح حلو جميل طيب دقيقه دقيقه هذه لا تورطنا هذه بالبث طيب اولا شكرا للجميع اللي شاركونا لهذا اليوم شكرا لكل الضيوف شكرا لدانا ومن معها شكرا لرماس ومن معها شكرا لفرح واختها الجميله الصغيره الرائعه شكرا لبيان وابرار وايضا ضيفتهم الرائعه شكرا لاميره واختها اللي تقول يا ابو جبل وايضا شكرا لرندا من السودان شكرا لجميع الزهرات وعلى راسهم حلا وايضا جوري وايضا رويدا محمد اسعدتونا في هذه الحلقه نستودعكم الله ونلتقي على خير وكلنا نقول للمشاهدين مع السلامه يلا السلامه مع بعض فرحاً وسروراً أطفال ومواهب نحن كلمات عانقها لحن نجدها